السلام عليكم. أنا الدرية خرجات وامشي جات عندي هي وخالتي، وامشي جات عندي خالتي للدار، قلت لي راه غنمشي انا وايمان اختك، راه غنمشيو للدار غنجيبوها شي حاجه لماماك الوالده ديالي، غنمشيو نجيبو لها شي حاجه وغنجيو لعندك. قلت لها سير وما تعطليش، قلت لي انا غنمشيو غنرجع دابا ما تعطلش. خرجات هذيك هي الخرجه ديالي، خرجات مع الربعة ديال العشيه، وصلت السبعة جات امي كتقلب ما لقاهاش، بغا يقولوا لي حتى شي حاجه. مشيت وصلت 8 ولا 8 ونص ديال العشيه، ملي جيت قلت لهم فين ايمان، قالت لي ما كايناش، مشات تفقدات، ما عرفتش انا اختي واش ميت ولا حيه ولا ما عرفتش هادشي. المخزن ما بغى يدير معايا حتى شي حل، ما بغى يديروا معايا، كنمشي للجوندار ما كيبغيوش يستقبلوني، تيقولوا هادشي ما عندناش حنا ندخلوا فيه ولا غنديروا ولا هادي. جبنا شي دليل، ديت لهم الدليل في التليفون في الواتساب في الفيسبوك، قال لي فيسبوك ما عندناش كيفاش غنديروا ليه مجهول. طلعت للولايه الكازا، قال لي حنا ندخلوا في هادشي هذا، جيب لي الديكلاراسيون. رجعت لعند الجوندارم بغى الديكلاراسيون، قال لي حنا ما كنعطيوش الديكلاراسيون، ما كيخرجش من عندنا، حنا راه لونسينا لكلشي المدن كاملين، ما كنعطيوش الديكلاراسيون. وانا ما عنديش باش غنوقف عند المخزن دابا ونقول ليه راه هرباني ليا اختي، اش غندير لهم تصويره؟ خاصني شي دليل، عطونا شي ورقه باش غنمشي عند المخزن انا ونتسول ونقلب. وكطلب من السير حموشي ياخذ لي حقه من هاد الناس هادو، فهمتي؟ راه ضعنا بزاف، كنضيعو، كنطلب من سيدنا والسير حموشي يشوف من حالنا ويشوف هاد الناس هادو، ياخذ لي حق من هاد الناس هادو، مابغاوش يديروا خدمتهم، فهمتي؟ ديت لهم فيسبوك، راه عندهم كلشي عندهم، راه عندي في فيسبوك عندي كلشي، كلشي عندي الدليل بزاف، دليل اللي غيوصلهم بزاف د الحوايج. تلاقيت مع الجوندارم تيقول لي هات وريتهم الدليل، قال لي سير طلع للابريكاد دير لهم الدليل. ملي كنطلع عندهم للابريكاد كيقول لك لا ما عندناش، ماشي خدمتنا هادشي. طلعت للولايه تيقول لك راه كاينه خليه ديال الفيسبوك، طلعت عندهم قلت لهم كاينه خليه ديال الفيسبوك، قال لي لا ما كاينش هادشي، هادو راه بغا يصدروك، راه ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. انا ملي مشيت للولايه ديال كازا تيقول لي غتمشي للمحمديه غترجع للدرك المراكي عندكم ودير لهم هادشي اللي في الفيسبوك وهادشي اللي في الواتساب، راه عندهم خليه كتكلف بهادشي. ملي جيت عندهم قال لي هذوك الولايه ديال كازا، قال لي راه كيتفلاو عليك، راه ما كاينه حتى شي حاجه، راه باغيين يصدروك، ما عرفناش واش حقيقه ولا كذوب ولا ما فهمتش هادشي، ما عرفتش شكون اللي كيكذب عليا، واش الجوندارم ولا الولايه، هادشي ما عرفتش. واش كاينه الخليه بصح ولا ما كايناش، هادشي ما عرفتش انا، ما كنعرفش في هادشي. وبغينا نشوفوا الناس يتعاونوا معانا، وكطلب من السي حموشي ياخذ لنا حقنا من هاد الناس هادو. جات اختي عندي ضلها هي وبنتي، وصلت ديك الخمسه خرجت هي وياها، قالت لي غنمشي للدار ونرجع نجيب جلسه اخرى، ما خليتهاش انا، قلت ما تمشيش. طلعت عند خوها قالت لي غتمشي معايا، قال لها سيروا ما تعطلوش. ملي تبعتهم ما لقيتهمش، ما عرفتهم طاروا للسماء ولا الارض، ما عرفتهم داوهم، ما عرفتش فين كاينين. وجريت تعيت مشيت عند الدار، كيقول لك احنا كنقلبوا ما كاين حتى حاجه، ما خليت حتى قنت، ما خلينا الدار بيد، ما خلينا المحمديه، ما خلينا حتى قنت، وما لقينا ليهمش الاطر. كنطلب من الله ومنكم توقفوا معانا، كنطلب من الله ومنكم توقفوا معانا، وسيدنا لا سمعنا يعاوننا، يعاوننا، رحنا ما عندنا الصحه، رحنا مراد وقلا صحه، بغيتكم توقفوا معانا، الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف هاد البنات، يعيط لنا الله يرحم ليه الوالدين، انا متزوجه بربي فيكم، وقفوا معانا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. عندهم 17 عام بجوج قد قد، اختي كتقرا وبنتي ما كتقراش، اختي اللي مشات عندي جابتها معاها، قالت لي غنجي ورجع، ما تلاش رجعت، وحنا باقيين كنتسناو، ما بقا سمعناش ليهم لا هذا الصوت لا والو، ما بقينا التليفون طفاو، ما عندناش باش نوصلوهم، وحنا كنتسناو ونطلبوا من الله ومنكم توقفوا معنا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، وقفوا معنا، واللي شافهم يتصل بنا، الله يرحم ليه الوالدين. وبنتي اللي كانت كتشوفني انا مزاوقه بك بنيتي، راني مريضه شوفي من حالي، راه ما كيدير معاك حتى واحد، اخوتك قال لك غير رجعي، حتى حاجه ما تلوطك، غير رجعي بنيتي، غير رجعي، انا مزاوقه بك، وكنطلب من الله الا شافوهم، اللي شافهم ولا اللي شادهم ارحمنا، ارحمنا يرحمك الله، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معانا. مع العشره كنا عند الجندارم، قلنا عليهم قال لك احنا درنا داك، راه قيدنا كل شيء، سيروا ولا كان شي حاجه غنعيطوا لكم، وما عيط لنا حتى شي واحد. رجعنا عندهم قلت لي عطيني ديكلاراسيون بلا ديك، قال لك ما كنعطوش،
وحنا باقيين كنجرو ما لقينا والو. اليوم تالي مشينا دينا لهم داك الجنه، قال لك حنا كنا نديرو نجبدو من فيسبوك، منين غنديرو؟ اش حنا ما عارفين حتى حاجه، اش غنديرو اليوم؟ شكي داك النمره اللي طالع عندنا شكينا فيها، عطيناها اليوم، قال لك حنا غنعيطو ليه غنشوفو. احنا باقيين كنتسناو ما كاين حتى حاجه، حنا مخلوعين ما عرفتش ميته ولا حيه ولا، غير نشوف بعينيا واش ميته واش حيه، ما كاين حتى حاجه. كنطلب من الله ومنكم توقفوا معانا، كنطلب من سيدنا يرحمني ويشوف فينا، راه حنا كنضيعوا، راه حنا كنضيعوا، راه حنا كنضيعوا، ما كاينش من عطانا وقته لوقف معانا. كنت خليت رانيا في الدار وانا كنت مشيت الخدمه ما تجوش، ملي مشيت الخدمه جيت ما لقيتهاش، ما تخاصمت معاها ما تعيرت معاها ما والو. وكنطلب الله ترجع لدارهم، كنطلب الله كترجع لدارهم. رجعي يا رانيا، رجعي يا رانيا، ما خاصمت عليك ما عيرتك، الله يديك الله يديك. لا عمرهم ما داروا لينا هكا وعمرهم ما خرجوا. كنقول لها خرجي معايا ولا دوري معايا، كتقول لي لا خليني في دارنا، خلينا في دارنا. واخوتي والمغاربه يا اخوتي قلبوا لي على بنتك، والمغاربه ولا تشويت ولا تكويت، واه يا المغاربه وهي اخوتنا، وهي اخوتنا، واه يا المغاربه.